بقى لي ماتش واحد هو اللي بغيت نهضر معاك فيه مزيان والله العظيم، حيت كنشوف وكنقول ربما انت يمكن ما عجبتكش الفرحه هاد اللعبه اللي فار. لا لا ما بغيهاش انا كنقول انت خديتها في قضيه لا بريسيون، حيت انا كنشوف الجيش ديال تيمومي وديال حسينه لا 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 علاقه لا لا وديال الغريسي ودنشوف الجيش تنقول كتبقى كيبقى في الحال نشوف انا فرقه كتعذبه. ناخذ معنا متصل اخر. الو مرحبا. الو خويا مول، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معنا سيدي؟ ميلود بن سليمان اخويا. اهلا سي ميلود، مرحبا سي ميلود. والله يحفظك اخويا وتحيه لفخر الدين رشقي اخويا. الله يكثر خيرك سي ميلود. الله يحفظك اخويا فخر الدين، كتبعدا كتعطيونا واحد المساحه بعدا نقدروا بعدا نخرجوا داكشي اللي كنحسوا به واللي كنشوفوه واللي فهمتي. مرحبا مرحبا سي ميلود. الله يعاونك. بغيت نهضر معكم نهار الجمعه ولكن اخويا ما شدتش ليا الخط وداكشي. بغيت نهضر على مرحبا بك اخويا. مرحبا بك. مقبلين على تشامبيونز ليغ وراك عارف دور المجموعات، انا كيبان لي بهذا اللي فيك شي ولاد اللاعب اللي كيلعب بنزارتي وداكشي ما كيبان لي انا ما يربح حتى شي ماتش وبلاتي ويتاهل بعدا عاد هضر على المجموعات. وراه هذا هو اللي كنقولوا يا ربي الله ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله غنتاهلوا ان شاء الله اللي كان في ان شاء الله ان شاء الله. غير كنشوف انا دابا ما عرفتش وهاد القضيه ديال كاس العرش اخويا انا كنتمنى واحد القضيه يكون يديروا بحال دابا هاد لي زيكيب لي سوار دوزيام ديفيزيو او قسم ثاني قسم الاول هو ولا شي حاجه من الاحسن يكون يستقبل في الميدان ديالهم فهمتي. حنا راه واحد الوقت فاش كنا هنا في سميتو كانت كتجي عندنا الراجاء ولا الوداد ذات القوات المساعده بواحد الوقت اييه انا لعبت تما ذاك التير انا كتشوف شي فرقه كبيره جايه وذا فهمتي كيفاش اخو فخر الدين. ولكن دابا راه التيراج وصور راه هذا هو المشكل. لا شوف لا كاين دابا في اوروبا بحال اسبانيا وفرنسا راه كيديروها. اجي نقول لك دابا الا عندك لي بوسيبيليتي وجا فيك التيراج تلعب في مدينتك راه كتلعب فيها. فهمت غير هو هذوك الملاعب اللي كنتي كتقول لي السي ميلود ما بقاوش هذاك الشيء ديال التراب ما بقاش دابا راه كاع الفراقي تبارك الله ديال الهوات كلشي ولا عندهم ظاهر ارتيفيسيال. هذاك الشيء اللي كاين وكنتمنى هاد الفراقي ديال دوزيام ديفيزيو متعونا فهمتي. برافو ليهم كاملين هاد الفراقي اللي لعبوا يستاهلوا يستاهلوا التصفيق لهما لا الفراقي ديال الهوات. راه الشيء الان اللاعب المغربي والعقليه سبحان الله راه اي واحد ملي كيلعب ضد راجا ويداد لي فار ولا شي حاجه كون يديروا ذاك اللاعب كاملين راه اي فريق سهل عليه باش يلعب ديفيزيو فهمتي. غير كنشوفوا حنا بعض الفرق اللي كتشكل بحال مثلا وداد فاس كيفاش لعب ضد الرجاء ولا كتشوف توارقه ولا هذا ولكن كتشوف ماتش في البطوله عندنا كيقدر يخسر مع شي بواحد الثوله في البطوله عليك هذا هو المشكل. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم بنادم يخدم في واحد الجد ويخدم فهمتي يكون يعني اللي في واحد الدومين خاصو يعطيه اللي كاين ما تبقاوش تخبوا بشي حاجه اللي ما كايناش وما تبقاوش فهمتي كيفاش. ونتمنى من هذا الله يحفظك السي ميلود ان شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك. شكرا شكرا السي ميلود من بن سليمان. بقات لينا مباراه الجيش الملكي واتحاد توارقه فخر الدين. واش بعدا توقعتها بهذاك الشكل؟ توقعتها بحكم القرب ديال الفريقين ديال اللاعبين لانه تقريبا ملي كتكون في الرباط ملي كتقول توارقه ما تنساش واحد القضيه هذيك الفرقه اللي عطات تيمومي وعطات تهامي وعطات واحد العدد كبير من لاعبين الجيش حتى قرب بعضياتهم حتى في الاخ ديال تيمومي حتى هو حتى هو كان جوار تبارك الله. فانا كان كيبان لي بانه الطريقه باش دخلوا الماتش كانت مزيانه. نحيي انا داك المدرب ديال توارقه هنا فين كنقولوا واش كاين مدرب ولا ما كاينش لانه الطريقه اللي كانوا واقفين بها اللعابه وداك الثغرات اللي ما خلاوش ليسباس للاعبين ديال الجيش هنا كيبان لك كاين عمل وعمل اللي كيبان لك الدراري كيفاش خدامين كل واحد كيدير لو رول ديالو. تا لا كاليتي ديال اللعابه منير تقدر تكون عندك كاليتي ديال اللعابه ويكون غالب عليهم طابع ديال الهاوي. حيت فاش سمعت التشكيله شفت بزاف ديال اللعابه اللي كانوا يا اما لعبوا في لي كاتيجوري ديال الفتح كانوا في المنتخبات الوطنيه ولا في الاكاديمي ولكن هادشي كله ما يمكنش ليا ما نعطيش حق للمدرب. حيت الا بغيتي نعطي حق للمدرب خصك تفرج في المباراه وتعاودها وتشوف الوقفه ديال لي جوار كيفاش كانوا واقفين سجلوا واقفين. حاجه اخرى ما كانوش كيضيعوا الكواري. الغلطه اللي كانت عندهم وقيل انتبه ليها المدرب وهما كانوا كيبغيو يحافظوا الكره في الدفاع وما كيعرفوش يخرجوها كانت كنقولوا حنا شي حاجه زائده كانت بغيت كثرتي من زعما راك لاعب كالم نخرجها بشويه وما خصكش ديرها لان هذا ماتش ديال لاكوب تغلط غتأدي وكانوا غادي يغلطوا واحد الوقيته ما بقاوش كيديروها. اذا انا كنقول المدرب اللي كان عند توارقه مدرب كان مزيان الطريقه باش كانوا واقفين لي جوار كانت مزيانه داير ضربوا بها تقريبا ساعات المكانه زادوا بها البرولونغاسيون ومالغري داك الشيء رغم العياء انا بالنسبه لي شكون اللي هو اللي خصو ينتصر؟ الجيش باش كتقول فيزيكمون لا ما يمكنش خصهم يفوتوا على الاقل
ديك 20 دقيقه اللي تزادت. لا سي اسماعيل احمد ماشي اغنيه ومدرب تحت ورقه المدرب لا صبليوني اه اغنيه ديال مدرب ديال شباب بن قرير. شباب بن قرير اغنيه شباب ديال بن. انا كندوي على 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 المدرب ديال ورقه الوقفه اللي كانوا واقفين اللاعبين منير والدفاع اللي كانوا دايرين مزيان نجح لي فار. ونزيدك حاجه اخرى ورقه يمكن ما خدموش لي تيروبيت ما خدموهمش لي فار لي فار منير واش بالك شي تغيير حتى داك واش كتعقل بان الديكليك كان كينجح بزاف هادي ما نجحش فيها مؤخرا الديكليك ما بقاش كينجح مع بزاف ديال الفرق يا منير ما عرفت مال الديكليك تا هو مشى فحالو حاج ديكليك اه شتو ما بقاش مع مع الكونفينمون مع الكوفيد يمكن لان هو كنتي على الاقل ملي كيمشي شي مدرب كتلقى الماتش الاخر الفرقه تقدر تكون بلا مدرب بلا مساعد دونك هادشي اش كيعني كيعني بانه داكشي اللي قسم الله اللعاب اللي عندك هادشي اللي كاين الله يرضي عليك يعني ما يعني ما نقولوش راه اللعابه لا يمكن كان مشاكل مع المدرب وتحرروا لا 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 ما كاين لا تحرروا لا والو تحرروا شوف منير دابا يكونوا عندك دي جوار بحال اللي عند لاسيت ميلان ولا ديال مانشستر سيتي وداكشي يقدر غوارديولا يطلع للبون الفوق الكرادا اي واحد غيوقف تما ما تنظرش انا المانشستر سيتي ما تكونش مزيانه ديزا دخلات حتى هي تدخل مع السيتي مانشستر سيتي مانشستر سيتي